ليش لساتك واقفة؟ تعالي اقعدي جنبي، عدي هون. بنتي ألكا، جيبي لي أنينة الزيت يلا. حاضر. أبوكي عنده طريقة ممتازة وسحرية كتير بالتدليك. رح تتخلصي من التعب كله هلأ، هلأ بتشوفي كيف رح ترتاحي. أبي، بيكفي حاجة بقى. لسه قاعدين عم تدللوها، وعطينا وش زيادة. أنت ليش هيك عم تعيط؟ شوفي. أنا ماني عم عيط، بس عم قلك انتبه على بنتك منيح. مع أنه أمي ما بترضى بهالشي، بس السيد ديف كان عندها اليوم بالمكتب، واثنيناتهم عم يلتقوا مع بعض. نحن مفكرين عم تشتغل، بس بنتكن عم تكذب. أمي مو أنتي نبهتيها؟ ومع هيك عم تلتقي فيه.